امبارح شاف يا سيف كريستيانو رونالدو الراجل بيطلع الكوره من 6 ياردة وبيطلع يكمل في الكاونتر اتاك. عشان تعمل كده محتاج ان انت تكون عايش حياه يعني محترفه جدا بشكل كبير جدا. كل ما بتقدمه في العمر اللعيبه دي دلوقتي، انت لو بصيت ليبرون جيمس مثلا في الام بي اي بعد ما عدى سن 31 32 سنه ابتدى يبقى لعيب مختلف، ابتدى يبقى عنده الناس اللي بتعمله ريكفري والستاف بتوعه وعنده ناس عايشين معاه طبعا الناس دي بتاخد فلوس مختلفه وعايشين في قصه مختلفه. الموضوع مش موضوع لعيب، انت بتتكلم مؤسسة يعني شركات وناس ماركتينج وناس كده، قصه كبيره يعني. مين يبقى عمره اطول، كريستيانو ولا ميسي من وجهه نظرك؟ على حسب الليفل اللي انت عايز تلعب فيه على فكره. خلي بالك من كريستيانو رونالدو ده ممكن السنه الجايه يروح الام ال اس ويقعد يلعب 5 6 سنين، وممكن يكتفي انه يلعب سنتين في التوب ليفل ويبطل على حسب الليفل اللي انت. لا، مين في الليفل العالي من وجهه نظرك يبقى عمره افضل؟ دايما يقولوا كريستيانو شغال على نفسه بشكل اقوى، عنده خلي بالك ميسي محافظ على نفسه برضه، بس هو ميسي التالنت بتاعته ممكن مش لازم ان هو يبقى نفس فت زي التاني. تاني ميسي جامد جدا كورته معرفش بصراحه، بس انا في رايي ان كريستيانو رونالدو هيفضل يلعب سنين في التوب ليفل يعني، وميسي برضه نفس الكلام. تعال زي ما بيقول فيديو يعني الاثنين هيكملوا للاخر. صعب تعرف يعني، هتلاقي شويه بشويه طبعا نجوم بيطفي عن دلوقتي، بس هيفضلوا يلعبوا سنتين ثلاثه كمان في التوب ليفل.